هذا كل المطلوب مني. رجعنا لكم من جديد وهلا صارت معنا بمطبخ رؤيا اخصائيه التغذيه رند الديسي، واليوم رح تحكي لنا عن موضوع جدا مهم ولازم كلكم تركزوا فيه. يلا انت اللي ركزي. زيت كبد سمك القد. الله اكبر. هاي هلا خدتي الشهاده، هاي شهاده رح تاخذي فيها. يعني شو خطر على بالك هيك اتصال انه قلت بدي احكي عن زيت كبد سمك القد؟ وش معنى سمك القد؟ لانه هو يستخرج منه، لانه فيه اعلى نسب من الزيوت المفيده. هلا رح نحكي عنه. موجود باسماك ثانيه؟ لا جنرالي احنا اللي بنستخرج من يعني الاسماك اللي بنستخرج الزيوت من الكبد تبعها هو سمك القد، الكود ليفر. وهو موجود على شكل مكمل غذائي على فكره. اذا بتروحي على الصيدليه بتشوفيه. هو زيت السمك؟ لا مش الزيت السمك الاوميجا 3. افهمي عاد افهمي. كبد القد بعدين مش اي كبد القد، يعني مش هي نفسها زيت السمك. لا زيت السمك هو الاوميجا 3. زيت كبد سمك القد هو يسمى كود ليفر اويل، واللي هو موجود كثير بالصيدليات. له فوائد شوي مختلفه عن زيت السمك العادي. هلا السبب الرئيسي انه فوائده بتختلف عن سمك الزيت العادي، انه سمك الزيت العادي اللي احنا بناخذه الاوميجا 3 بيكون مستخرج من الانسجه تبعت الاسماك، ولكن زيت كبد سمك القد احنا بناخده من الكبد تبع السمكه. فبنشوف انه عاده الكبد او لحم الكبد فيه فوائد غذائيه اكثر من الانسجه العاديه، وبالاخص لما نحكي عن الفيتامين A، لما نحكي عن الفيتامين D، وبالاضافه لما نحكي عن مضادات الاكسده، ففيه نسب اعلى من الثلاثه اللي ذكرناهم، واكيد فوائده بتكون اغنى. حلو. طب شو فوائده بشكل عام؟ اوكي، هلا عاده احنا لما نيجي ناخذ الاوميجا 3 او لما ناخذ زيت سمك القد بنكون احنا عم نحاول انه نحن نخفف الالتهابات اللي موجوده بالجسم. مش بالضروره الالتهاب يكون على شكل مرض، يعني مش بالضروره انا يكون عندي مرض التهابي عشان احكي انه انا بعاني من التهاب بالجسم. مرات الالتهاب الخفيف ولكن على فترات كثير طويله بيعمل عن جد ارهاق وتعب لجهاز المناعه. مثل ايش يعني؟ يعني مثلا اذا انا عندي نوع من انواع الحساسيه، حساسيه الربيع على سبيل المثال، احنا بنفكر انه هو شيء كثير سهل وعادي بيعطس وبياخذ دواء وخلص. بالضبط. ولكن احنا اللي ما بنعرفه انه جهازي المناعي عم بيكون عم بيشتغل 24 ساعه عشان يتخلص من البولن او يتخلص من المواد اللي هو شايفها على انها عدو للجسم. فهو عم بيشتغل 24 ساعه فوق طاقته. هذا الشيء بعد فتره معينه بيعمل ارهاق لجهاز المناعه وبيؤدي الى حدوث امراض متعدده، خاصه انه جهاز المناعه يضعف. فبهاي الحالات احنا لما بنحكي عن الالتهاب مش بس بالضروره التهاب يكون انه هو ظاهر على الشخص انه عنده انفلونزا او عنده مرض التهابي، لا، ممكن يكون الالتهاب بجرعات خفيفه لو دوزج انفلاميشن، ولكن على فترات كثير طويله اللي عن جد بيعمل اعراض اكثر يمكن ومخاطره اكثر من المرض نفسه. فبهاي الحالات اذا انا عندي التهاب ولكن بدوز قليل، الافضل انه انا اخذ اغذيه بتقاوم هذا الالتهاب وبتساعد على محاربه هذا الالتهاب. طيب بدنا نحكي عن علاقته بصحه العظام، كان هذا الموضوع كثير بهم الناس لانه هشاشه العظام كثير عم تنتشر. صحيح. فكيف ممكن يساعدنا زيت كبد سمك القد بانه نساعد على على العظام؟ أيوة. عادة لما نحن بناخذ الكود ليفر اويل اللي بصير انه نحن هو مركز بنسب عالية من الفيتامين دال، فنحن ممكن نستعيد عن استهلاكنا للفيتامين دال على شكل مكمل غذائي عبر استهلاك زيت كبد سمك القد. فاللي نحن بنعمله انه نحن ممكن ناخذ منه على شكل يومي مع الوجبة، مع تكون وجبة دسمة، فهو فيه نسب فيتامين دال عالية، بيعزز من امتصاص أولاً الفيتامين دال، وأكيد الكالسيوم بيساعد على امتصاص فيتامين دي والعكس صحيح. فلما أنا أخذ أغذية فيها فيتامين دي طبيعي، أولاً بيكون امتصاصه على فكرة أفضل من المكمل الغذائي، لما يكون مع الوجبة كمان بيكون امتصاصه أفضل، وبالإضافة أنه بيعطيني نسب عالية من الكالسيوم اللي بيساعد على امتصاص فيتامين دي. فهو يعتبر حل للأشخاص اللي حابة تحافظ على نسب فيتامين دال بالجسم بشكل معتدل. ولكن هو ما بيصحح النقص. يعني النسب الموجودة بالزيت اللي احنا عم نحكي عنه تقريباً 800 انترناشنال يونت، احتياجاتنا اليومية هي من 600 إلى 800، فهو بحافظ ولكن ما بيعدل نقص الفيتامين دال إذا كان عندي النقص. أوكي. طيب ايش جرعاته؟ كيف يعني قد يمكن لازم الواحد يستهلك منه لحتى ناخذ الفائده الغذائيه؟ عاده للاشخاص اللي بتحب انها تاخذ الفوائد الغذائيه واللي من ضمنها تقليل الالتهاب، رفع نسب الفيتامين دال والكالسيوم، بالاضافه للفيتامين A اللي هلا كمان رح نحكي عنه، بالاضافه انه هو بحافظ على البشره، الجرعه اليوميه هي من معلقه لمعلقتين تي سبونز، معلقتين صغار، معلقتين شاي باليوم الواحد كحد اقصى.
أكثر من هيك ممكن نزيد في ميوعة الدم، فإحنا منخاف من هاي الأشياء، وخاصة الأشخاص اللي بتعالجوا بأدوية اللي هي بتساعد على زيادة ميوعة الدم. فنحن منخاف من الأشخاص اللي عندهم مشاكل بتجلطات الدم أو اللي عندهم مشاكل إنها عم تاخد أدوية، وخاصة أدوية الوارفرين، فبدي أنتبه من هاي الشغلة. وبالإضافة إنه أنا أحد من زيادة استهلاكنا، لأنه خاصة كل الفيتامينات الموجودة فيه هي فيتامينات تتخزن بالدهن اللي بالجسم. يعني مش فيتامين أنا بحتاجه على شكل يومي. أوكي. فيتامين A فيتامين D بيتخزنوا بالجسم. أوكي. طب شو أضراره إذا الواحد أخذ زيادة منه؟ أوكي، عادة أنا ما عندي أضرار، ولكن منخاف للأشخاص اللي عندها مشاكل بتجلط الدم إنه لما بياخدوا نسب عالية منه، لأنه هو بيساعد على تقليل من تجلط الدم. فمثلا مرضى السكر، احنا بنعرف انه مريض السكري لو بينجرح كتير صعب الجرح يتلائم، لانه عنده تجلط الدم كتير قليل. أوكي. فاذا هو عم بياخد كمان اوميجا 3 او عم بياخد زيت كبد سمك القد، اللي بيصير انه زيادة سيولة الدم ممكن تؤدي الى زيادة في النزيف من الجروح. أوكي. فبهاي الحالات احنا بنخاف، ولكن عدا عن هيك هو ما له اضرار جانبية من طب استهلاكه. هل له علاقة بصحة القلب اذا أكيد. هو بخفف اكيد تثبت الدراسات انه هو بقلل نسب دهون الثلاثيه بنسبه 30%، بيرفع من الكوليسترول الجيد ال HDL، وبيساعد على خفض الكوليسترول السيء. بالنسبه لصحه العيون، تثبت كمان الدراسات انه نسب الفيتامين A اللي فيه كتير عاليه، فهي بتحافظ على صحه العيون للاشخاص اللي عندها مشاكل، وخاصه النايت بلايندنس اللي بيكون عندهم زي بقع سوداء بالعيون. فهدول الأشخاص رح يستفيدوا كتير من استهلاكنا لهذا السمك، لأنه نسب الفيتامين A اللي فيه جداً عالية، وبتحفز أنه نحن نجدد الخلايا الموجودة عندي بالعيون. وطبعاً هاي خصائص الفيتامين A، بالإضافة أنه يساعد على الحفاظ على شبكية العين بالطريقة الصحيحة. حلو والله، طلع فوائد كثير عن جد كثير، وخاصه انه هو نادر. يعني هو اوريدي القد فش هو سمك يعتبر كتير؟ مش كثير، لا كمكمل غذائي يعتبر سعره معقول جدا. اوكي بالضبط. طب هل هو لما ينباع كمكمل غذائي بالصيدليات بيكون يعني بيور ما فيه اضافات، اللي بيكونوا هن ضافين له؟ بيعتمد. هلا عاده هو ما بيكون مضاف له شيء، ولكن نحن مرات بنخاف من الاسماك اللي فيها نسبه زئبق عاليه الميركوري. ففي نوع من انواع المكملات الغذائيه بيكون مكتوب لك عليه انه فري اوف ميركوري، او خالي من الزئبق، او نسب زئبق قليله. عاده الاسماك الكبيره مثل القد فيش هي بتخزن نسب زئبق كثير بجسمها، وكمان السلمون مثلا بنشوف انه عاده بنخاف من الزئبق، والتونه كمان بنخاف من الزئبق. ف عادة إذا نحن بناخد المكمل الغذائي يفضل أنه يكون يعني منزاح منه الزئبق، وبنقدر ناخده بطريقة طب جميلة. المرأة الحامل عادي تاخده ولا في تخوف؟ أبدا، إحنا بالمرأة الحامل ما بناخد الأغذية اللي ممكن تساعد على زيادة سيلان الدم، إلا إذا كان في عندها تجلطات، وخاصة تجلطات المشيمة. ولكن بهاي الحالات لما يكون عندي تجلطات وخاصة على المشيمة، في أدوية معينة بتلجأ لها المرأة لازم تعالج فيها هاي التجلطات عن طريق الإبر أو الحبوب، ولكن عادة بتكون إبر. ولكن هاي الأدوية أوردي بتكون نسبها محسوبة بالضبط على حسب احتياجات المرأة الحامل. فالمرأة الحامل اللي عندها مشاكل فهي مش بحاجة إله، للمرأة الحامل اللي ما عندها مشاكل بآخر شهرين من الحمل، خاصة بالثامن والتاسع، يفضل أنه نحن ناخد الأوميجا 3. بالعكس يفضل أنه نحن ناخد زيت سمك القد، كبد سمك القد، لأنه فيه نسب عالية من الفيتامينات والمعادن. حلو. وخاصة أنه بآخر أشهر الحمل بنشوف أنه المرأة الحامل كتير بتنسى. صح. والسبب أنه الطفل بياخد كل الزيوت اللي بتكون موجودة عندها بالدماغ، وبصير ينعطى للطفل. فنحن لما ناخد زيوت إضافية صحية ممكن تخفف من أعراض النسيان اللي هي بتشعر فيها. طب ومرضى السكري الضغط عادي ياخدوا الضغط؟ السكر يفضل الابتعاد عنه، لأنه بنخاف من زيادة سيلان الدم عندهم عند الجروح. هو دائما يفضل إذا للأشخاص اللي عندهم حالة خاصة، مثلا مرض سكر، ضغط، أو مرأة حامل، دائما يرجعوا لطبيبها بأمل ما يرجعوا لأي نوع من أنواع المكملات الغذائية. يعني ما تأخذوها من بالكم، ارجعوا لحدا أخصائي بهذا الموضوع. صحيح. شكرا صحيح. كثير لك رند بليسي على هالمعلومات القيمة اليوم، كان معلومة يعني وموضوع جدا مهم. زيت كبد سمك القد. بس خلصنا. شكرا لك. شكرا لك، يعطيكم العافية.